مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض طريقة عمل الوربات بالقشطة. الوربات من أشهر الحلويات الشرقية بشكل عام وبسوريا بشكل خاص، وخصوصا بشهر رمضان كنا وقت نروح على محل الحلويات ويكون عليها طلب خاص شو كنا ننبسط وتجينا من العديد من الحشوات. بس اليوم رح نستمتع أكتر مع بعض ونحضر هاي الوصفة من البيت. انتوا جربوا وصفة الوربات بالقشطة على طريقتي وما رايحة تندموا أبدا. يلا خلينا نشوف المكونات. طبعا أنا جبت هاي اليوم، أنا هذا الباكيت اليوم استعملته، الرقائق تبع البقلاوة، أي نوع من أنواع اللي عندكم انتوا متوفر بتقدروا تجيبوا، هذا اللي لقيته موجود وجبته. هلا هون جبنا الرقائق مثل ما هي بالضبط ومديتها. هلا كنت هون قرد مقطعتها، بس حبيت انه اورجيكم كيف اني قطعتها مشان توضح معكم الفكره. قطعتها مربعات مشان يطلع معي كل مربعه نفس قياس المربعه الثانيه، كلهم يكونوا يعني قياسهم واحد. اخذنا اول شيء، جبت انا عندي مسطره مشان يعني يزبط معي القياس، واخذت اول شيء بالطول مثل ما لكم شايفين، وكررت العمليه بالعرض. ضليت اعمل هيك وقطعتهم لحتى طلعوا معي كل المربعات نفس القياس. شايفين حتى حصلت على هذا المربع نفس شايفين شكله هيك، لازم يكونوا كلهم نفس القياس. هلا اخذنا هذا المربع وتنيتهم على بعض، شايفين كيف التانية بتصير حتى نحصل على شكل مثلث. هي هي شغلته سهل كتير. بعدين صفيناهم بالصينية، ضلينا نعمل هاي العملية نكررها لحتى خلصوا معي كل المربعات وصاروا كلهم على شكل مثلث وصفيناهم. هلأ هون دوبت نص كوب زبدة ونص كوب سمنة. طبعا هون مرحلة اختيارية، بتحبوا زبدة على الحل، بتحبوا سمنة على الحل، بتحبوا زيت. وبلشت هون اغطس الرقايق حتى بالمعلقة مثل ما لكم شايفين، حتى حسيت انه كلهم تشربوا، وصلت للكمية المطلوبة وقفت. شايفين حاولت انه يكونوا كل المثلثات تغطسوا منيح مشان وقت ما يحطهم بالفرن يعطوا نفشة ويعطوا قرمشة. هلا هون حميت الفرن على 350 لمدة 10 دقايق وحطيتهم بالفرن. بضل هيك حطيتهم بالفرن لحتى ينفشوا معي ويعطوا لون الذهبي. خلاص بكون طالعتهم، شايفين مجرد ما انه نفشوا صار لونهم ذهبي طالعتهم من الفرن. طبعا بيكون مثل ما لكم شايفين حصلت على هذا اللون، وهن بيكونوا في لون سمنة او زبدة او زيت اللي انتو حطيتوه. حاولوا تصفون يعني صفون منيح وقبل ما تحطوا لون القطر. هلا صاروا جاهزين انه احطوا لهم القطر. طبعا جبت قطر سخن، كاستين سكر، 3 كاسات مي، وطبعا ملح الليمون وشويه او عصره ليمونه، ونكهتهم بالمنكهات اللي انتم بتحبوها، ماء زهر، ماء ورد، مثل ما لكم شايفين هيك. ما تحاولوا تقطرون كتير لانه دغري الوربات بتتشرب بسرعه وبتصير كتير سكره يعني. هلا هون بلشنا بالقشطه، تركتهم يبردوا، حطيت هون 4 كاسات حليب، ضفت لهم مجرد ما غلى معي الحليب حطيت له معلقتين خل او عصره ليمونه او ربع معلقه ملح الليمون. مجرد ما انه فرط معي الحليب صفيته واخذت القشطه تبعه. هلا ضفتها للقشطه النيه اللي انا نزلت لكم الفيديو من كم يوم، وحنزل لكم الرابط بصندوق الوصف للي ما شاف الفيديو. باخذ القشطه النيه اللي انا عملتها الجاهزه من قبل وضفت عليها الحليب اللي انا فرطته نص كوب، وضفت عليها علبة قشطة. طبعا علبة قشطة بوك، انا حبيت اورجيكم هي القشطة اللي استعملتها للي موجودين بامريكا، كتير ظريفة للحلويات. عن جد القشطة طلعت روعة، بتقدروا تستعملوها لكل انواع الحلويات اللي بتحبوها. شايفين بتقدروا تنكهوها كمان اذا حبيتوا، ماء زهر، ماء ورد، يعني اللي بتحبوه، اللي بحب النكهات. هلا هون صار عندي جاهزة بعد ما بردت كمان معي العجينة، الرقايق بردوا، ومثل ما لكم شايفين بفتحها هيك بالنص وبحشي فيها القشطة. يعني عن جد خطوات بسيطة وسهلة وبتاكلوا أطيب وربات. يلا رح أخليكم تستمتعوا بهذا المنظر والطعم اللي عن جد بتمنى تجربوها وتعجبكم. وما تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس لو عجبكم الفيديو مشان يوصلكم مني كل شي جديد. باي باي.